السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال الكاتب باسل عباس في موقع صوت العراق تحت عنوان مفردات البطاقة التموينية لا تشبع البطون. البطاقة التموينية بشكلها النافذ اليوم هي امتداد لما أوجده النظام السابق عام 1990 وبعد عام 2003، ورغم أمنيات البعض في تحسين مفردات الحصة التموينية بزيادة فقراتها وإضافة الجودة لمحتوياتها وشمولها لعدد آخر من المحتويات لسد الحد المقبول من متطلبات الحياة نظرا لتوافر الأموال من تصدير النفط وطي صفحة الإنفاق العسكري والحروب، إلا أن كل الآمال والتوقعات ذهبت سدى طيلة السنوات العشرين التي عاشتها البلاد. فالبطاقة التموينية لا تزال موجودة ومسوغاتها قائمة رغم الأمنيات الكبيرة بأن تلغى وأن يحصل المواطنون على حقوقهم ليعيشوا من مواردهم ومدخولاتهم بما يتناسب مع وصف العراق بأنه من أغنى البلدان. ويضيف الكاتب وفي المقابل وفي مقابل ذلك فإن البطاقة التموينية تشهد تراجعا ملحوظا للحد الذي يعتقد فيه أو للحد الذي يعتقد فيه البعض أن بقائها ليس لأجل سواد عيون العراقيين، وإنما لاتخاذها مدخلا للتلاعب من قبل حيتان وصغار الفساد. هناك ملاحظات تسجل على البطاقة التموينية ومفرداتها تتكرر نفسها منذ 20 عاما، أبرزها عدم الثبات في مواعيد توزيعها، فهي تعتمد على عدة عوامل بشكل يجعلها لا تصل للمواطن بانتظام، وتجهز بنوعيات لا تنسجم ورغبات المشمولين، مما يجعل بعضهم يستخدمها أو يبيعها بأبخس الأثمان. وهناك عدم وضوح في العلاقة بين التجارة ووكلاء الحصة التموينية وضعف الرقابة عليهم، ما يجعل علاقاتهم مع المواطنين يسودها الاجتهاد وعدم المساواة في معاملة المواطنين بغض النظر عن العمر والاحتياج، حيث يحرم حديثو الولادة من احتياجاتهم من حليب، فضلا عن النوعيات التي تصل للمواطن والتي لا تقنع غالبيتهم وتجعلهم يستغنون عنها بطريقة ما. وفي ضوء الكميات والنوعيات المجهزة، فإن القيمة السوقية للحصة التموينية لا تتجاوز 7000 دينار للفرد شهريا، أي 5 دولارات في أحسن التقديرات. نشر موقع كتابات مقالا للكاتب عامل القيسي حول ارتفاع قيمة صرف الدولار، يقول فيه: هناك أغنية للفنان الراحل جعفر حسن يقول فيها: باكر أحسن من أمس، عبر فيها عن حسه التفاؤلي بالمستقبل. ويضيف الكاتب: أعتقد جازما لو كان الفنان على قيد الحياة الآن لقلب معادلة التفاؤل وغنى باكر أتعس من أمس، وهي حكاية من حكايات أو من حكايات الدولار الذي لا تستطيع الحكومة بكل تشكيلاتها السيطرة على جنونه في التلاعب بلقمة المواطن، وهي حكومة عاجزة أيضا عن السيطرة على حراك الفاسدين في تحالفهم غير المقدس مع مصارف الفساد ونافذة العملة الأكثر فسادا. عار على مجلس النواب أن يدعي تمثيله للشعب وهو المشغول بتقاسم اللجان بحسب خبزتها، والعاجز عن عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرارات جريئة وصحيحة لمعالجة ارتفاع الدولار الذي قصم ظهر ليس الفقراء بل حتى ظهر الطبقة الوسطى. قلناها ونقولها وسنعيدها إن هذه الطبقة السياسية الحاكمة بأحزابها وقواها هي طبقة الإنتاج الأزمات وليس إيجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها المواطن، طبقة فاسدة بل غارقة في الفساد الذي وصل من دون خجل ولا حياء إلى حدود إطلاق سراح بطل سرقة العصر نور زهير بكفالة ثم بقرار قضائي رفع الحجز عن أمواله وعقاراته التي باسمه واسم عائلته.
نشرت صحيفة تايمز تقريرا أعدته كونستانس كامبينر، قالت فيه إن فتاتين مسلمتين فرنسيتين أنشأتا موقعا على الإنترنت لمساعدة المحجبات في العثور على عمل، وبناء على قانون اللائكية أو الفصل بين الكنيسة والدولة، فالقطاع العام الفرنسي لا يسمح بارتداء رموز دينية مثل الحجاب أثناء العمل، أما في القطاع الخاص فالمسؤولون لديهم الحرية في ممارسة الحيادية الدينية. قالت ياسمين درواز التي أسست موقع جوب حجاب إن الموظفات المسلمات الراغبات بارتداء الحجاب لا يعرفن عن منظور الشركات التي يريدن العمل بها، ونتيجة لذلك يقمن وبشكل دائم بالتقدم إلى وظائف يكتشفن لاحقا أنهن لا يستطعن قبولها. وتقول الصحيفة إن القطاعات المتاحة للمحجبات هي التسوية والمجال الرقمي، لكن العثور على عمل في القطاعات التقليدية مثل البنوك والمصادر البشرية معقد، أما الوظائف التي تقتضي مقابلة الزبائن فهي نادرة جدا. قامت دراوز وهانيا شيخ البالغة من العمر 19 عاما بإنشاء الموقع وحساب مرافق له على إنستغرام من أجل مساعدة المحجبات بالعثور على الوظيفة المناسبة وعدم الشعور بالخيبة والإحباط عند اكتشاف أن الوظيفة التي تقدمنا إليها الاختيار بين الدين والعمل. ويذكر موقع جوب حجاب الشركات المعروفة بتسامحها مع ارتداء الرموز الدينية والمعلومات التي يتم الحصول عليها شفويا أو من دائرة المصادر البشرية من الشركات نفسها، والوظائف المذكورة تقدم أيضا معلومات للموظفين المسلمين وإن كانوا سيحصلون على وقت للصلوات اليومية. وقالت دراوز وهانيا شيخ إنهما تعرفان عن كثير من المسلمين والمسلمات الذين اضطروا للتنازل عن قيمهم من أجل توفير لقمة العيش لعائلاتهم. وقالت هانيا شيخ تصلنا بشكل دائم رسائل من نساء يقولن فيها إنهن لا يتحملن خلع الحجاب أمام زملائهن وهذا يحطم قلوبهن، مضيفة هذه إهانة حقيقية بالنسبة لهن. في مؤشر جديد على تراجع النفوذ الفرنسي لدى مستعمراتها السابقة في أفريقيا، أفادت وكالة المعلومات البوركينابية في نهاية هذا الأسبوع أن حكومة بوركينا فاسو نددت بالاتفاق الذي يحكم وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها منذ عام 2018، مطالبة بانسحاب هذه القوات من أراضيها في غضون شهر، وهو ما رد عليه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالقول إنه ينتظر توضيحات من السلطات الحاكمة في واغادوغو بشأن الموضوع، عادا الرسائل التي تم تداولها في هذا الشأن بأنها تنطوي على غموض كبير، ملمحا إلى وجود علاقة لروسيا بهذا الموضوع. والحقيقة هي أنه منذ الانقلاب الذي أوصل النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر الماضي تدهورت العلاقات بين باريس وواغادوغو. تشير التقديرات في باريس إلى أن سلطات بوركينا فاسو لا تزال منقسمة بشأن مسألة الوجود الفرنسي في البلاد، ومع ذلك فقد تم دراسة خيار المغادرة منذ عدة أسابيع، وخرجت مظاهرات ضد الوجود الفرنسي يوم الجمعة 18 من نوفمبر عندما أنهت فرنسا عملية برخان في الساحل. كما تحدث وزير الجيوش الفرنسي سباستيان ليكورنو عن الفرضية علنا إذ لم يستبعد رحيل القوات الخاصة الفرنسية قائلا من الواضح أن مراجعة استراتيجياتنا العامة في أفريقيا تشكك في جميع مكونات وجودنا بما في ذلك القوات الخاصة، أما الرياح المتزايدة المعادية لفرنسا، مظاهرات مناهضة للفرنسيين في بوركينا فاسو في الأشهر الأخيرة، واستخدام مقاطع فيديو على شكل رسوم متحركة لتقديم الجنود الفرنسيين في شكل فئران أو زومبي، اختارت باريس في المقام الأول هيئة الأركان العامة وعدم لفت الأنظار، لكن اليوم بات العديد من المراقبين يتساءل بشأن احتمال تكرار السيناريو المالي في بوركينا فاسو.
والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا أعده ماركوس وولكر، قال فيه إن أوروبا تتعرض لضغوط من أجل مساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا وسط مخاوف من تراجع الدعم الأمريكي. وقال فيه إن أوروبا انتصرت في حرب الطاقة مع روسيا، فاقتصادها وسياستها مستقران أكثر مما توقع قادتها في المواجهة الأولى مع موسكو. والسؤال الآن يكمن فيما إذا كانت أوروبا تريد لأوكرانيا الفوز في الحرب. ويعلق الكاتب إن الصدع الحالي بين ألمانيا وعدد من أعضاء حلف الناتو بمن فيهم الولايات المتحدة حول إرسال دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا ينم عن الخلافات المستمرة بين قادة الغرب حول الرهانات والمخاطر النابعة من الحرب الروسية في أوكرانيا. الدبابات تحولت إلى رمز سياسي حول استعداد أوروبا لدعم أوكرانيا كي تنتصر في الحرب. وتواجه ألمانيا التي يعكس ترددها من تسليح أوكرانيا والمخاوف من تصعيد نووي روسي ضغوطا من حلفائها في شمال وشرق أوروبا التي تشعر بإلحاح اللحظة في وقت تحضر فيه القوات الروسية والأوكرانية لحملات عسكرية بعد نهاية الشتاء. وتخشى دول أخرى من اعتماد أوروبا على الدعم الأمريكي لأوكرانيا الذي قد يصبح ضحية للرمال المتحركة للسياسة الأمريكية الداخلية إلا في حالة حققت أوكرانيا تقدما في الحرب. وفي الوقت الذي صادق فيه الكونغرس على حزمة ضخمة من المساعدات العسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، إلا أن المعارضة الجمهورية لمزيد من الدعم الأمريكي قد تعقد جهود إدارة بايدن، وهو ما يفسر الدفعة من بريطانيا وبولندا ودول أخرى لتسريع الدعم الأوروبي. وأغضب الإصرار الألماني على ضرورة إرسال الولايات المتحدة دبابات أبرامز لأوكرانيا قبل أن تفرج عن دبابات ليوبارد 2 أغضب فرنسا التي طالما أكدت أهمية قيام أوروبا بعمل المزيد من أجل أمنها. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يشهد جنوب أفريقيا زيادة في أعداد الفيلة بشكل مطرد يثير مخاوف الخبراء من تداعيات ذلك على النظام البيئي المحلي. ورغم أن أعداد الفيلة الإفريقية آخذة في التراجع في عموم القارة، إلا أنها تتزايد في جنوب أفريقيا. ويضم جنوب أفريقيا نحو 70% من أصل أكثر من نصف مليون فيل في أفريقيا. تستقطب متاهة ثلجية في مدينة زاكوباني جنوب بولندا عشاق المغامرات المثيرة،
وتعد الأكبر من نوعها في العالم. ويقضي الزوار وقتا ممتعا وهم يحاولون أن يجدوا الطريق الصحيح للخروج من المتاهات الثلجية. أقيمت المتاهة على مساحة 2500 متر مربع بين عامي 2015 و2016 قبل أن يتم توسيعتها لاحقا. بلغت مساحة المتاهة حاليا 3000 متر مربع وتعد أكبر متاهة ثلجية في العالم. والآن نتابع معكم مشاهدين فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. قرية صغيرة أثارت جدلاً في ألمانيا بعد إصدار الجهات الحكومية قراراً بإخلائها من سكانها تمهيداً لهدمها من أجل توسيع أعمال استخراج الفحم الحجري في المنطقة، فما حكايتها؟ القرية مقابل الفحم. السلطات الألمانية أصدرت قراراً بحق قرية لوتزيرات الواقعة غرب كولونيا في ألمانيا يقتضي بهدمها لتوسيع منجم غاتزفايلر للفحم الحجري بهدف استخراج 280 مليون طن من اللينايت الفحم الأسمر بحلول عام 2030. وبحسب دعاة حماية البيئة فإن توسيع المنجم سيؤدي إلى كميات هائلة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فيما بررت الحكومة وشركة الطاقة الألمانية العملاقة RWE ذلك بأن الفحم ضروري لضمان أمن الطاقة في ألمانيا حسب وكالة Associated Press. وبعد مخطط السلطات الألمانية فقد أصبحت لوتزيرات رمزاً للجماعات البيئية المطالبة بضرورة وضع حد لاستخدام الفحم والوقود الأحفوري في ألمانيا بهدف حماية المناخ. مواجهات عنيفة. نشطاء المناخ خاضوا اشتباكات مع قوات الشرطة في ألمانيا على خلفية احتجاجات على خطط هدم القرية بحسب ما أوردته وكالة الأناضول، فيما نصب ما يقارب 1000 شخص في القرية الحواجز على الطرق بهدف عرقلة الاستعدادات لطردهم وإخلاء معسكرهم. وواصل حوالي 100 ناشط جهودهم في محاولة منهم لقطع الطريق إلى القرية قبل أن تتصاعد المواجهة مع رجال الأمن مع محاولة الشرطة إزالة الحواجز لدخول مخيم الاحتجاج. ورد بعض النشطاء بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة، وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة في تصريح صحفي إن السلطات الأمنية بدأت بتطويق المنطقة وسيسمح للمتظاهرين بمغادرة المخيم دون دخول أحد منهم القرية، بينما رفض المحتجون الاستجابة لقرار محكمة يمنعهم فعلياً من دخول المنطقة ليلجأ بعضهم لحفر الخنادق وبناء الحواجز في محاولة لمنع الآليات الثقيلة من الوصول إلى القرية قبل أن تمنعهم الشرطة بالقوة. ما رأيكم؟ وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد. نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.